اختتمت كلية الهندسة في جامعة عدن ورشة العمل المتعلقة بتطوير المناهج الأكاديمية والتي استهدفت أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة وبعض الإدارات ذات العلاقة في إطار الجامعة. التفاصيل في سياق التقرير التالي الذي أعده الزميل محمد الصوفي. برعاية من الدكتور الخضر ناصر الأصور رئيس جامعة عدن، واستكمالا لسلسلة برامجها المتعلقة بمخرجات التعليم والجودة الأكاديمية، اختتمت كلية الهندسة في جامعة عدن ورشة عمل متعلقة بتطوير المناهج الأكاديمية استهدفت أعضاء هيئة التدريس في كلية الهندسة وبعض الإدارات ذات العلاقة والتي استمرت 5 أيام. تكمن أهمية الورشة بحسب تأكيد الدكتور مازن الجفري وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات والذي يولي التعليم العالي أهمية كبيرة، أكد أن هذه الورشة تسهم في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والأكاديميين وتعزيز قدراتهم الأكاديمية، إلى جانب مساعدة أعضاء هيئة التدريس على التنوع في أعمالهم العلمية طبقا للتغيرات الجديدة في أدوارهم المهنية وتزويدهم بمجموعة من المعارف والمهارات والاتجاهات الإيجابية في إبداع التدريس الجامعي. إن تطوير وتعميق مفردات المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية واحتوائها على المساقات المتقدمة علميا بحيث يكون المحتوى العلمي للشهادة الأكاديمية الجامعية الأولوية على قدر متميز وعلى قدر متميز ومتقدم من خلال الاستيعاب لكل المفردات والمساقات الأكاديمية بحيث يكون المناهج الدراسية والبرامج الأكاديمية ذات مستوى رفيع وبمستوى الجامعات العربية والعالمية المتقدمة المعروفة برصانتها العلمية وسمعتها المعرفية وجودتها الأكاديمية. من هذا المنطلق تأتي أهمية هذه الورشة منسجمة مع تطلعات القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي حفظه الله ورعاه، رائد التعليم العالي والبحث العلمي الأول، الذي يحثنا دائما على تطوير الخطط والبرامج الأكاديمية من خلال مواكبة التقدم العلمي والتقني في شتى المجالات في شتى التخصصات وبالذات في التخصصات الهندسية المتسارعة، وكذلك الاستفادة من خبرة وتجربة والتراكم المعرفي لكليات الهندسة في بعض جامعات الدول المتقدمة. من جانبه أكد الدكتور صالح مبارك عميد الكلية أن الهدف من تنظيم ورشة العمل هو إعداد مواصفات أكاديمية جديدة مواكبة لبرامج الكلية المختلفة ومواصفات المساقات الدراسية لهذه البرامج من أجل الارتقاء بمستواها العلمي وتهيئتها للاعتماد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلادنا كخطوة نحو الاعتماد الخارجي. هذه الورشة الهدف منها تحديث البرامج الأكاديمية في مختلف الأقسام العلمية التي بلغ عددها 10 أقسام علمية، وهذه الورشة مخصصة للمجموعة الثانية بعد الرحلة الطويلة و المسار الطويل للتحضيرات لتطوير هذه البرامج التي بدأت بزيارة الجامعات الماليزية في كوالالمبور، ومن ثم جمهورية مصر العربية، الزيارة التي تمت إلى جامعة عين شمس والورشة التي تمت هناك والتي أيضا كانت تتعلق ب تطوير المناهج وتعرف أعضاء التدريس على هذه المناهج وعلى أيضا تجربة جامعة عين شمس التي احتلت الريادة من بين الجامعات المصرية، وطلع أعضاء التدريس على المختبرات وعلى القاعات الدراسية وعلى المباني الأكاديمية لجامعة عين شمس. من جانبه أيضا أوضح الأستاذ الدكتور عبد الوهاب عوض كويران مدير مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة ومنفذ ورشة العمل إلى أن أحد أهداف مشروع التطوير الأكاديمي لكلية الهندسة هو العمل على تحديث برامجها الأكاديمية بما يحقق مواءمتها مع احتياجات المجتمع وسوق العمل. وضع المشاركون في الورشة نصب عيونهم العمل على أهمية مواكبة البرامج المطورة لأفضل الممارسات التربوية الراهنة فيما يتعلق بتوعية التعليم والتعلم في التعليم العالي وتلبية معايير الجودة على المستوى الإقليمي والعالمي. محمد الصوفي، قناة عدن الفضائية، العاصمة المؤقتة عدن.